هذه صورتي التي التقطت لي قبل الرحيل عن عين كارم بأسبوع، أي في شهر حزيران عام 48 أمام بيتنا هناك. اعتادت إذاعات الأنظمة العربية القول لنا ابتعدوا عن الجبهة، إنها مسألة 10 أيام أو أسبوعين على الأكثر وسنعيدكم إلى عين كارم. واعتدنا القول هذه فترة طويلة جدا. ماذا؟ أسبوعين؟ هذا كثير جدا، هكذا اعتقدنا، والآن طوينا 50 عاما.